جزرتين مبشورين، اتنين تفاح اخضر او اي تفاح على فكرة مفيش مشكلة، ولكن هنا انا عايزة التفاح او الاناناس عشان يبقى مسكر معايا شوية، لان حتى كمية العسل اللي انا حطاها مش هتكون كمية كبيرة، فمش هتدينا ان انا باكل حاجة مسكرة، وانا عايزة اوصل لك برضو انك بتاكلي حاجة مسكرة. فحطين تفاح مبشور، استخدمي اي تفاح انت عايزاه، مفيش اي مشكلة خالص، قشريه واستخدميه. عايزين كوبايتين وربع دقيق قمح كامل، عايزين باكو كامل من البيكنج باودر اللي هو تقريبا بيبقى كوبايه معلقه ونص، سوري، ربع كوب عين جمل مجروش، ممكن يتشال خالص من الوصفه او اضيف بداله السوداني لو حابين، 3 ارباع كوب زيت جوز هند، معلقه كبيره من الزبده، ينفع استغنى عن الزبده وممكن ابدل الزيت باي نوع زيت تاني وممكن احط زبده فول سوداني مع الزبده العاديه وممكن احط زبده فول سوداني بدل الزبده العاديه الزبده لو هي زبده طبيعيه فالزبده مش مضره، الزبده من الدهون الصحيه ما فيهاش مشكله، مشكلتنا دايما مع الزبده ان هي كميتها بتبقى كبيره، ولكن ما فيش مشكله انها تدخل في وصفات صحيه لو عايزه نكهه زبده مثلا. عندي 3 بيضات، تقريبا معلقه من الفانيليا السايله او كيس من الفانيليا، معلقه كبيره من النشا، عندي نص كوبايه من العسل الابيض، رشة قرفة، رشة جنزبيل، رشة جوزة الطيب. رشة 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 دي ترجع لك على حسب ذوقك، ولكن الجنزبيل ممكن يحرق شوية فما تزوديهوش، تاخدي بالك. رشة القرفة دي ممكن تبقى معلقة قرفة وممكن تبقى نص معلقة قرفة. رشة جوزة الطيب في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش، فممكن أشيلها خالص أو أضيفها ما فيش مشكلة. تمام؟ يلا بينا. نشتغل بإيه بقى بالكيكة دي؟ ممكن في الخلاط نضرب كل السوائل مع بعض، وممكن بالإيد كده يدوي أشتغل فيها عادي، أجيب كده مضرب يدوي، حتى الكيكة العادية اللي هي يعني بعملها اللي هي كيكة الجزر العادية دي بعملها على طول على إيدي كده، ما بيجرالهاش حاجة، مفيش مشكلة، مش محتاجة ضرب زيادة ونفشة زيادة وهوا زيادة، مش يعني مش مهمة، تطلع طرية جدا وحلوة جدا ولذيذة بقى ان هي فيها جزر وفيها تفاح فحلو. هننزل كده ايه بالزبدة على زيت جوز الهند، وزي ما بقول لكم المادة الدهنية هنا ممكن تكون ميكس ما بين اي زبدة مكسرات، عندنا زبدة فول سوداني، زبدة كاجو، اي زبدة مكسرات مع شوية جوز هند صغيرين، اوكي، زيت جوز هند يعني، فبدلي اللي انت عايزاه. وبعدين هقوم عاملة ايه، احنا عندنا هنا العسل، تعالوا نحط العسل كده، ممكن اضافة عسل اسود ممكن اضافة دبس التمر جدا، لو عايزة برضو تعمليها عسل على دبس تمر هيكون مفيد ورائع، فتقومي حطالك بقى ايه معلقتين ثلاثة كده من دبس التمر هيدي طعم حلو قوي، وعلشان كمان تبقى مسكرة لو انت ما عندكيش دبس تمر بس عندك تمر تقدري تحطي مع الجزر والتفاح تمر، ونبقى كده علينا القيمة الغذائية. ادينا كده ايه بنضرب العسل، احنا لو حطينا دبس تمر هنحطه دلوقتي برضو كده زي ما احنا شايفين كده مع الزبدة او مثلا زبدة الفول السوداني، وتقلبي كده كل الكلام ده مع بعض، قلبي قلبي قلبي. الزبده مش شرط تبقى طريه خالص، الزبده ممكن تبقى سايله مفيش مشكله، لو حطيتي مكعب الزبده سايل عادي جدا. انا اهو بضرب مع العسل لحد ما يبقى القوام عندي كريمي، وبعد كده هحط كل حاجه على بعضها، بس اهم حاجه عندي ان انا انزل بالبيض، هنزل بقى بالبيض دلوقتي. حطينا البيض، لما نحط البيض ونقلبه نقوم حاطين كل الحاجات بقى اللي هتضيع ريحه البيض، هنحط القرفه، هنحط الجنزبيل، هنحط جوزة الطيب، عندنا فانيليا وعايزين نضيفها برضو يبقى تمام، مش عايزين خلاص كل الكلام ده كفاية، ونقلب ونوزع الحاجات بتاعتنا كده كويس قوي. اوكي اوكي، نيجي بقى هنا ونقوم رايحين على ايه، على الدقيق اللي احنا مستخدمينه، ونحط بيكنج باودر
ونحط النشا كده، حطينا المواد الجافه وبرده نقلب كده اهو. هتلاقي الكيكه معاكي بقت تقيله، ايه اللي هيخفها؟ كميه الميه اللي هتنزل من الجزر مع التفاح. يلا بينا نحط بقى الجزر كده، ونحط التفاح المبشور اللي هيدي طعم اكتر من رائع، مع القرفه مع المكسرات لو احنا حابين. اوكي نجيب بقى حاجه نقلب بيها سباتولا كده، ونعمل كده اهو، ونجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن وابقى مبطناها، واوزع كده بس الجزر مع التفاح، واقوم حطاها على طول في الصينيه وادخلها على فرن درجه حرارته 180 على الرف اللي في النص. نجيب الصينيه بتاعتنا المتبطنه، بصوا الكيكه تقيله عادي مفيش اي مشكله، السوائل اللي موجوده في التفاح كتير جدا وهتطلع طريه وموست وخطيره، بس احنا بنحاول نقلل سعرات، ما نحطش ايه حاجات سعراتها عاليه وكده. كده احنا تمام جدا، عايزين بقى ندخلها فرن درجه حرارته 180. مقادير الكيكه بتاعتنا اهي، هقولها لكم تاني واقول لكم التفاصيل بتاعتها. كيكه الجزر فيها جزرتين مبشورين كبار او صغيرين، مش هتفرق يا حبايبي عادي، بس ما يبقوش صغيرين قوي، متوسطه كبيره، عندي تفاحه او اتنين برضو مش هتفرق، ممكن اضافه ايه كمان مع الكلام ده، اناناس لو عندنا اناناس تمام، ولكن التفاح والجزر هم اللي متوفرين دايما، فاحنا عملناها ميكس تفاح وجزر. عندي كوبايتين وربع دقيق قمح كامل، ينفع يبقى دقيق شوفان؟ اه ينفع، مفيش مشكله عادي. ينفع اعمل ميكس ما بين الاثنين؟ ينفع طبعا. عندي بقى معلقه وربع او معلقه ونص بيكنج باودر اللي هو كيس كامل، هشتغل بكيس كامل. عندي ربع كوب عين جمل لو متاح، ما في اوكي مفيش، خلاص مفيش مشكله. عندنا سوداني بداله اوكي، مفيش مكسرات خالص عادي. عندي زبيب عايز اضيفه بضيفه، عندي تمر عايز اضيفه بضيفه، يعني مثلا قد ايه؟ عندي مثلا معلقتين من الزبيب، عندي شويه تمر مقطعاهم كده عملوا بتاع ربع كوبايه بحطهم، مفيش مشكله على نفس مقدار الدقيق عادي. عندي تلات ارباع كوب من الزيت اللي هو زيت جوز الهند اوكي، ما عنديش عايزه استخدم زيت تاني تمام، عايزه احط زبده فول سوداني ميكس مع اي زيت تاني برده مفيش مشكله. اوكي؟ معلقه كبيره من الزبده، عندي تلات بيضات، فانيليا، معلقه كبيره نشا، نص كوبايه عسل ابيض، ممكن ابدله بدبس التمر لو حابين او نميكس ما بين دبس التمر والعسل الابيض اوكي. عندي رشه قرفه، رشه جنزبيل باودر، رشه جوزه الطيب. كل دي رشه رشه رشه، المتاح بنحطه واللي مش متاح خلاص، يعني زي ما انتوا حابين. كده بصوا الكيكه طريه ازاي، رهيبه، مش ناشفه خالص خالص، كيكه تحفه، كيكه الجزر بالتفاح تحفه، طريه وموست بعين الجمل، وبدقيق قمح كامل، معاها تفاح معاها جزر، ريحه القرفه تحفه.